مصر والحلم أصبح واقع. قادرون بلاج عنوان للي ما يعرفوش، وما تستغربوش إن دايما الدعم لهذه الفئة اللي موجودة في مجتمعنا مهم جدا، حتى في عنصر وهو بقى بيشم هوا وهو بيصيف زيه زي أي حد، وده حق أصيل جدا ليه. محافظة دمياط عملت تجربة فريدة جدا، وهي الأولى من نوعها على مستوى 27 محافظة، إن أصبح هناك شاطئ أو بلاج متخصص وخاص جدا بذوي الهمم. تفاصيل كتير في هذا الموضوع، لكن زي ما أنتم متعودين معايا إن إحنا على طول بنروح ل يعني أصحاب الشأن أو المعنيين بالموضوع. معانا الباشمهندس محمد خلف الله عبد الماجد، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة. برحب بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. في البدايه طبعا اسمح لي بشكرك جدا على المداخله والتوضيح اللي انا حريص ان انا اعرفه من سيادتك. قول لي في الاول، هو فعلا موضوع الشاطئ او البلاش ده فعلا استغرق 4 شهور فقط؟ 3 شهور يا فندم كمان. 3 شهور. طيب العناوين العريضه بقى عشان افرح هذه الفئه المهمه من مجتمعنا واخواتنا وحبايبنا قادرون باختلاف، احكي لنا ابرز العناوين كده باشمهندس عن هذا الشاطئ. في البداية شاطئ قادرون بلاج جاءت فكرته من اهتمام فخامة السيد رئيس الجمهورية بأبنائنا من ذوي الهمم، وحرصوا دايما على مشاركتهم الفرحة والاهتمام بيهم. ومن هنا صدرت توجيهات معالي وزير الإسكان بأن المدن العمرانية الجديدة تكون نواة وأرض خصبة لكل أبنائنا من ذوي الهمم، وعلى كل المدن أن تقدم لديها حرصا على يعني إضافة فرحة لأبنائنا من ذوي الهمم. من موقع دمياط الجديدة كان هنا الاختلاف، اننا بمدينه دمياط الجديده بنمتلك شاطئ طوله 9 كيلومتر على البحر المتوسط كمدينه ساحليه، وبالتالي النهارده احنا عندنا شاطئ كل المواطنين في الدلتا ونواحيها بيشاركونا دايما المشاركه فيه، فحبينا يكون لابنائنا من ذوي الهمم دور كبير في الشاطئ، بل بالعكس الموضوع لا يقتصر على فكره العمل الموسمي، لا احنا كان فكرتنا اكبر من كده، اننا نحول الموضوع لنادي شاطئي متكامل الخدمات علشان نقدر نضيف فرحه لابنائنا من ذوي الهمم. تمام. يعني يا باشمهندس ده مش معناه في موسم الصيف فقط، واحنا شايفين الصور مع حضرتك اثناء المداخله ان ده مرتبط بطول العام وليس فقط كمان فتره الصيف فقط، لو انا فاهم صح. مظبوط سيادتك، هو نادي شاطئي متكامل الخدمات بيعمل طول العام بدون اي قيود، بالعكس يتوفر فيه كل الخدمات اللي بيتمناها ابنائنا من ذوي الهمم. طيب يعني ال3 شهور دول كان تم الانشاء كامل بكل مرفقاته والصور الجميله ما شاء الله اللي احنا شايفينها، ولا مراحل التجهيز كانت بادئه بعد توجيهات سياده الرئيس في هذا الشاطئ يا باشمهندس؟ بالعكس، يعني هو توجيهات سياده الرئيس كانت دايما وابدا هي شغلنا الشاغل، ولكن احنا علشان خاطر حرصنا على اننا نقدم حاجه فريده من نوعها لابنائنا من ذوي الهمم، اشتغلنا على مدار الساعه خلال ال3 شهور اللي فاتوا علشان نقدر نقدم النموذج اللي سيادتك شايفه قدام عينيك. رجالة اشتغلت 24 ساعة بداية من جهاز المدينة بكل العمالة اللي فيه، بكل الشركة المنفذة، المشاركة المجتمعية اللي تمت من كل الفئات، الاهتمام اللي شفناه من وزارة الإسكان، الاهتمام اللي شفناه من كل الجهات التنفيذية في الدولة علشان قادر تسخر خدماتها، الاهتمام شفناه من وزارة الداخلية ومن القوات المسلحة في تسهيل الإجراءات. الموضوع بصراحة لم أرى مشروع بها يعني في نوع من التسهيلات قد ما أنا شفته في قادرون بلاج، كله بيتكاتف علشان خاطر ننهي المشروع بسرعه ويكون نموذج يحتذى به في فتره قياسيه. علشان خاطر ممرات بقى يا باشمهندس، يعني طبعا يعني اسمح لي برضه انا حابب ان انا يعني نعطي كل يعني ايد مصريه مخلصه اشتغلت في هذا المشروع طبقا لتوجيهات سياده الرئيس، لما تيجي تقول لي ممرات بطول الشاطئ امنه، ولما تيجي تقول لي ملاعب رياضيه مجهزه وكمان وحدات فندقيه، وموضوع ان انت في مسرح مكشوف، اعتقد يبقى انت كده عملتها مدينه ترفيهيه لهذه الفئه، مش فقط فكره ان انا اقول قادرون بلاج، كده المعنى اشمل واوسع يا باشمهندس. طبعا، لان المساحه على اكثر من 11000 متر، احنا بنتكلم هنا سعادتك يعتبر في، احنا ليه قلنا نادي شاطئي؟ لان نادي متكامل الخدمات في قاعه احتفالات ومسرح مكشوف، حتى حمام السباحه، ده اول حمام سباحه يتنفس في دمياط والدلتا على شاطئ البحر المتوسط، زودناه كمان بستيج عشان خاطر لو عايزين يعملوا احتفالات على المسرح، زودناه بكيدز اريا قدامه علشان خاطر مش ما يبقاش الموضوع كمان قاصر على ابنائنا من ذوي الهمم، لا ده هو واسرته علشان خاطر هو واخواته يلاقوا كمان، يبقى الاسره كلها الموضوع اشمل. احنا جهزنا مكان برعايه طبيه بالتنسيق مع وزاره الصحه، وجهزنا غرفه بالطبيب والتمريض متواجد معانا على مدار الساعه،
الاسعاف جهز لنا عربيه علشان خاطر تبقى موجوده، ساحه انتظار خاصه بيهم علشان خاطر يبقى موجوده. النهارده سعادتك احنا زودنا الشاطئ بثلاث ممرات علشان خاطر نشمل الموضوع، يشمل الاعاقه الذهنيه والبصريه والحركيه. النهارده الاعاقه البصريه علشان خاطر لها تامين معين جوه الميه، لان دخولهم لازم يكون في ممرات علشان خاطر هو وسلامته هو واسرته. يعني باشمهندس محمد اسمح لي طبعا، يعني قبل ما اسالك بقى في سؤال اخير عن المشاريع بقى اللي موجوده بجانب هذا المشروع الرائع في دمياط الجديده، احد المدن الجديده اللي الدوله وسياده الرئيس دائما حريص على هذا التوسع بالشكل المثالي جدا اللي مواكب المرحله اللي احنا عايشينها. انقل لي بس في الاول، بما انك بتبقى في وسطهم وكنت طبعا معاصر الحدث ده، انطباعات بقى اخواتنا واهالينا قادرين باختلاف فرحتهم وهم موجودين في هذا النادي الشاطئ الرياضي الجميل، انقل لي كده ابرز التعليقات منهم او احساسك وانت في وسطهم وانت بتعمل لهم حاجه في 90 يوم بهذا الكم والحجم من الاهميه. صدقني يا فندم اي الكلمات تعجز عن وصف فرحتهم وفرحتنا بفرحتهم بالمكان، احساسهم ان حلم اتحول لحقيقه، احساسهم ان في حاجه ملكهم. احنا حبينا فعلا نوصل لهم الصوره من خلال التوجيهات فخامة رئيس الجمهوريه ومعالي وزير الاسكان، ان انتم كيان كبير يستحق مننا اننا نعمل لكم كيان مماثل. وبالتالي النهارده احنا انا مهما وصفت لسيادتك من فرحه ابنائنا من زوايا او فرحه اهاليهم ومدى شكرهم لجهود الدوله في انها تهتم بيهم وان تضيف فرحه ليهم وانها تزودهم بكل الخدمات، يعني احساس يعجز عنه الوصف طبعا الله. دي حاجه جميله جدا باشمهندس. اخر سؤال لحضرتك عشان عاوز برضو افرح اهالينا في دمياط الجديده تحديدا، وهي احد المدن الجديده طبعا اللي الدوله بتعمل جاهده مع العديد من المدن زي ما احنا بنشوف دايما المشاريع القوميه والمشاريع بمختلف انواعها اللي تبقى موجوده. حدثني عن ابرز العناوين لو هناك مشاريع اخرى في دمياط الجديده في الفتره القادمه ابقى بطمن بيها اهالينا هناك برضو على منطلق بقى تحقيق الاحلام الايجابيه في هذه المحافظه يا فندم. مدينة دمياط الجديدة مدينة متكاملة الخدمات، احنا سعادتك بننفذ كل القطاعات كل التوجيهات اللي بتصدر لنا من وزارة الإسكان وفخامة رئيس الجمهورية من خلال خطة استثمارية ثابتة. احنا قدرنا من فضل الله سبحانه وتعالى وخلال فترة قريبة كمان هنكمل أكثر من 11,000 وحدة سكنية علشان خاطر ضمن البرنامج القومي لفخامة رئيس الجمهورية، وحدة لكل مواطن بمختلف المستويات. خلاص عندنا مشروعين بيتم تجهيزهم للافتتاحات الرئاسية قريبا. احنا شغالين على التوازي ما بين دار مصر وما بين جنة وما بين سكن مصر. كل الوحدات السكنية دي تم تنفيذها ومؤخرا عند حوالي 1500 وحدة ان شاء الله جاهزين للافتتاح الرئاسي. بخلاف كمان اهتمامنا بالقطاع الصناعي، مدينة دمياط الجديدة تمتلك مدينة صناعية ضخمة فيها اكثر من 600 مصنع وورش حرفية، وبالتالي سعادتك في اهتمام كبير من فخامة من الوزارة اننا نهتم بالجانب الصناعي بالبنية التحتية، علشان كده عملنا رفع كفاءة للمنطقة الصناعية وبنستكمل الجزء المتبقي منها. على الجانب الآخر بنوفر فرص للطرح للمستثمرين. تمام، يعني كل التقدير والاحترام وكل الدعم لحضراتكم وكل مسؤول في الدولة المصرية بيعمل جاهدا على قدم وساق رغم كل الأجواء والظروف اللي احنا عايشينها لمثل هذه التنمية والتوسع في كل المشروعات. بشكرك جدا جدا باشمهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.